أول شيء بدي أشكر كل الناس اللي إجوا مبارح من فلسطين، كانوا بمهرجان القلعة، اللي تحملوا مشاق السفر من كل هذه المدن والقرى، واللي بقيوا ساعات على الطريق. وبوعدكم إنه رح كون عن قريب بقناة معاً في هيك برنامج فيه كتير من البوح. بالنسبة لألي فلسطين هي أرض غنيتي، بحبكم. مرسال خليفة.